مالك يا سلامة حيرانة ومهمومة؟ أنا عارف شو بلاها. هاي مشكلة وايد من الأمهات في تحضير الأكل لعيالهم للمدرسة. شن حضر اليوم؟ شو العيال يحبون؟ وما يملون من الأكل بعد. لكن سلامة، أهم شيء الوجبة تكون متوازنة وصحية. أعطيكي أمثلة. ممكن تحضرين وجبة من سندويش ديك رومي اللي هو مصدر جيد للبروتين عالي الجودة والحديد بعد. مع جبنة مصدر للبروتين والكالسيوم. وزيدي عليها حبة خيار، وإذا أخذت حبة موز فهي مصدر الألياف والبوتاسيوم. يوم ثاني مثلاً شطيرة بيض اللي هي فيها 150 سعرة حرارية مصدر للبروتين والفوسفور، مع علبة حليب اللي بتعطيني فقط 110 سعرات حرارية وبروتين وكالسيوم، مع نص تفاحة. ومثال ليوم ثالث سندويش حمص اللي يعطيني 150 سعرة حرارية، معلقتين من الحمص تعطيني نص من جرام من الحديد و9 ملغرام من البوتاسيوم إضافة للبروتين والكربوهيدرات. هاي 3 أمثلة ممكن القياس عليها، وما ننسى مطرة المي. الأهم دائما نحاول ننوع بأطعمة أطفالنا، وعساكم دوم صحة وسعادة.